أعزائي المشاهدين، النهاردة كان في المعاينة حاجة كل الناس ومعظم الناس بتعملها، إنها تيجي عند المنور وتحط تمد الحديد بتاعها وتعمل بيه شبكة علشان تحوش الحاجات اللي هتنزل عليها من المنور من فوق. الموضوع ده من أخطر المواضيع اللي رحنا بسببه عالجنا بيوت كتير وأسقف كتيرة وصلحنا الحديد بتاعها بسبب هذا الموضوع. اوعى في يومك من الأيام انك انت تترك شبك الحديد يمتد في المنور وما تصبش المنور وتسيب شبك الحديد ده موجود علشان خاطر تحمي بيه ان حد ينط عليك في المنور زي ما الناس كانوا بيقولوا لنا، او علشان خاطر الكراتين والحاجات اللي بتطير من فوق ما تنزلش علينا، ومعظم الناس كلها بتقول علشان خاطر الحرامية ما تنطش علينا. تعالوا معايا وشوفوا المعاينة دي وشوفوا انا قلت للراجل ايه. خليكم معايا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. اللي أنا عايز أنصحك وأنصح فيها كل الناس إن دي أخطر حاجة أنت بتعملها. دي أخطر حاجة بتعملها. ليه؟ أنت دلوقتي بتعمل الشبكة دي من 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 جسم الخرسانة أو من جسم الحديد بتاع الخرسانة علشان خاطر مفيش حاجة تقع عليك. طيب إحنا في بخار وفي مطر وفي دنيا بتنزل على الحديد ده وبتلونه هوت. طبعا ده لسه جديد، والدم شويه الحديد ده هيبتدي ايه يسوس ويسحب لجوه ويسحب ويجيب السقف كله معاه. لكن انت لما تحب تعمل حاجه زي كده، نصيحه لو انت هتبني ادوار تانية، تيجي حضرتك مركب من بره خالص بعيد عن الحديد بتاعك، يتركب زاويه حديد، زاويه حديد اربعه كده، وتبقى تلحم فيها بعد كده السياخ دي، تبقى بعيد عن شبكه السقف خالص. يعني احنا عملناها يعني الزاويه دي دارس سلوك يعني ولا ايه؟ لا انت عايز تعمل دي. فانا مش عايز الحديد ده يبقى الادوار اللي بعديها لاحم مع حديد السقف، الادوار اللي بعدها الادوار اللي بعديها. انت تركب اللي بيعمل نجاره، مش هو بيعمل علبه كده عشان يفتح ويركب فيها زاويه حديد طبعاً. علشان بعد ما تفك الصب تيجي حضرتك مزرع فيها او لحمها باكسجين تعمل الشبكه بتاعتك دي. ايوه تبقى انت بعدت كده عن الايه دي. مني ليك هديه يعني. الله يبارك لك. ده حته خطيره الحته دي. احنا عندنا اسقف بالكامل رممناها بسبب الشبكه الحديد دي. أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. حلوة برضو هتعجبك، خش شوفها قبل ما تطلع. سلام.